انطلق يوم أمس مهرجان التراث الشعبي اليافعي لعام 2022 بحضور قيادات جنوبية وشخصيات اجتماعية بارزة، ويستعرض المهرجان عددا من الرقصات كالبرع اليافعي المصحوب بالأهازيج الشعبية والزوامل الشعرية. وتعد تظاهرة الاحتفال السنوي لمهرجان يافع للتراث الثقافي والفني الموروث منذ القدم واحدة من الفعاليات الجنوبية المتميزة، والتي تمتد لثلاثة أيام وزعة في ثلاث مناطق يافعية مختارة لتضم أكبر قدر من المشاركين، وبما يعزز روح الإخاء بين أبناء يافع وكل المشاركين في المهرجان.